السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستكمالا للفيديوهات السابقة، فمكان منهينا بنبدأ. فما زلت بقول تايلاند لن تسمح لأحد دخولها بدون ما يكون واخد لقاح، دي واحدة، ومعاه ما يثبت ان خد اللقاح، سواء شهادة معاه او صورة الشهادة على التليفون، دي واحدة. الشيء الثاني مش هقول 50% ولا هقول 60% ولا هقول، لا انا هقول لكم 99% من دول العالم هتفتح الدول بتاعتها وطلبت من الشعوب بتاعتها التعايش مع المرض، التعايش معاه، لان كورونا طولت قوي ودمرت اقتصاد العالم كله. فلازم الدول تفتح، بعض دول العالم تفتح علشان خاطر تنعش الاقتصاد وتعود الحياة كما كانت. وده ان شاء الله هتشوفوه قريب جدا، الكلام اللي احنا بنقوله ده. وتايلاند من ضمن الدول ديت ان شاء الله، وطلبوا من شعوبهم التعايش مع المرض. يبقى اختصارا لكلامي، محدش يقدر يخش تايلاند. المنشور اللي انتوا شايفينه لازم تسجل على الموقع الالكتروني، وبعد كده حضرتك بعد ما تسجل على الموقع الالكتروني حضرتك هيطلب منك برضو صورة شهادة اللقاح، وبعد كده يسيبوك 7 ايام. خلال ال7 ايام ان شاء الله يراسلوك، لو تمت الموافقة يقولوا لك اتفضل حضرتك تمت الايه الموافقة، ممكن تسافر تايلاند. ساعتها حضرتك بتركب الطيارة وبتوصل مطار سوفانابون الدولي، وبتوريهم صورة اللقاح، صورة الموافقة على الموقع الالكتروني، وساعتها بيديك تأشيرة عند الوصول. حضرتك ما معكش وما دخلتش الموقع الالكتروني، هتيجي طبعا المطار للأسف يرجعوك. ياما سمير، السيد سمير، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا رب، انت كريم، اللهم عفوك وارضاك يا رب، عفوك وارضاك يا رب. طبعا فيديوهات في منها القصيرة جدا. نشوفكم على خير، وتحياتي لكم من بتاية تايلاند، كل عام وانتم بخير، وانتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله.